رولان غاروس قصة حب كبيرة مع التوانسة دايوغ نهار لحد باش يبدا اي لوكازيون باش نحكي لكم على لوريجين نتاع رياضة التنس والتاريخ نتاعها. لونسيتر نتاع التنس اخترعوه دي موان فرونسي في القرون الوسطى، واللعبة هذه كانت اسمها لو جو دو بوم. لو برانسيب نتاعها دي جوور يتلموا ويرميوا الكرة لبعضهم فوق ان فيلي، من الاول كانوا بيديهم، من بعد ولاو يستعملوا جواندوات كبير، ومن بعد ولاو يستعملوا عصا تشبه للغاكيت متاع التنس اسمها باتوار. اللعبة هذه تشهرت برشا في فرنسا لين ولاو حتى الملوك يلعبوا فيها. وقتش ولا لو جو دو بوم تنس؟ وقت اللي اكتشفوه ليزونجلي في الجير دو سنتان. وكلمة تنس هي ديفورماسيون متاع كلمة توني اللي كانوا يقولوها لجوار في فرنسا كي يلعبوا مع بعضهم. أما التنس المودرن بالقواعد متاعو اللي نعرفوهم احنا توا اكتشفوا القاضي البريطاني والتر كلوبتون وينغفيلد عام 1874، ومن وقتها ولاو فما دي تورنوا اورغانيزي في برشا بلدان. وفي عام 1891 تعملت أول كومبيتيسيون دو تنس في فرنسا اللي ولات من بعد رولان غاروس.